من المواقع المحلية قادة ميليشيا الحوثي يستعينون بخبراء للتنقيب ونهب الآثار. وفي عدن الغد لص في عدن يعيد سيارة سرقها قبل أيام ويطلب الصفح من مالكها. وفي الأخبار المنوعة بيع لوحة مهملة في مطبخ امرأة بملايين الدولارات. آخر الأخبار القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين تقول إنه أصبح لقادة ميليشيا الحوثي فرق متخصصة للتنقيب عن الآثار واستخراجها ثم بيعها. وقال الباحث عبد الله محسن إنه في 13 من أكتوبر الجاري تم اكتشاف موقع أثري بمحافظة عمران من قبل فريق ممول من أحد النافذين. وأضاف محسن لبوابة اليمنية للصحافة الإنسانية أنسم أن الموقع المكتشف يعود تاريخه إلى ما قبل 3000 عام، وهو يحتوي على مجموعة مبان أثرية ومقابر مع عدد كبير من الآثار واللقي بما في ذلك البرونزيات والذهب. وقال الباحث إنه يواجه منذ فترة تهديدات كثيرة بسبب ما ينشره عن الآثار ونهبها وسرقتها. وقال: تلقيت العديد من التهديدات سابقا ومنعت من النشر وسبق وذكرت هذا بصفحتي على الفيسبوك. وقال: تتزايد هذه التهديدات مع نشر هذا الخبر، لكنني لن أقول أنا رب إبلي وللآثار رب يحميها، وسأفعل ما علي فعله. ويوضح خبير الآثار أن السلطة المحلية في محافظة عمران على علم بالاكتشاف وإنها أحاطت الموضوع بسرية تامة، وأتمنى أن تبادر إلى إبلاغ هيئة الآثار والمتاحف لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة قبل فوات الأوان. وبحسب محسن فإن محافظة عمران ومديريات سنحان وخولان تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعمليات حفر عشوائية للمواقع الأثرية، وتملك الكثير من الشخصيات النافذة في تلك المديريات الكثير من الآثار. تحدث الكثير من الوقائع الغريبة في عدن، من بينها ما نشره موقع عدن الغد وعنوانه: سارق سيارة في عدن يعيدها لصاحبها ويقدم اعتذارا. وقال الموقع: أعاد لص سيارة كان قد سرقها قبل أيام لصاحبها عقب مرور عدة أيام على واقعة السرقة. وأضاف الموقع: تعرضت سيارة صالح حسين العنتري لعملية سرقة من قبل أحد الأشخاص في حي كريتر، وتمكنت كاميرا المراقبة في المكان من تسجيل الواقعة. ونشر مالك السيارة رقم هاتفه مصحوبا بإعلان تضمن مكافأة مالية، إلا أنه فوجئ باللص يتصل به ويخبره أنه ترك له سيارته بالقرب من سوبر ماركت باندا مول مطالبا المسامحة. وتوجه العنتري إلى المكان ليجد سيارته فعلا هناك ليقودها لاحقا إلى منزله، وهذه هي أول واقعة من نوعها يقدم فيها اللص اعتذارا ويعيد السيارة. يواصل الكاتب منصور هائل نشره لمقالاته تحت عنوان: الأسوأ عالميا لماذا؟ نطالع بعض فقراته التي تنشرها بلقيس. الإخفاق في بناء دولة المواطنة بما هي إطار قانوني وأخلاقي وتجسيد مؤسسي لرابطة سياسية واجتماعية ووطنية، قد استبطن فشلا في تحقيق الاندماج الاجتماعي الوطني، وترتب عليه إخفاق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام لفرص العمل وانقطاع حبال الرجاء والأمل والبطالة. تخصبت تربة الاضطرابات والفوضى والحروب بسبب من اختلالات بنيوية عميقة في الداخل، ولم نصل إلى ما نحن عليه إلا بفعل أزمة تاريخية أسهمت دول الجوار في رعايتها ودعمها، وقد أفضى تدخلها على مر العقود السابقة إلى تدعيم النظام الهجين الذي لم يقطع مع المنظومة السابقة ل 26 من سبتمبر من عام 1962، ولم يأخذ من الحداثة السياسية غير المساحيق والرتوش والديكور والمسميات. حتى عندما تدخلت دول الجوار في عام 2011 بالمبادرة الخليجية ودعمت الحوار الوطني والانتقال السلس للسلطة، جرى تصرف الأمور في مجرى الانتقال غير السلس من مخالب ميليشيات القبائل والأحزاب إلى أنياب ميليشيات المذهب برعاية سفراء الدول الكبرى الراعية وتوقيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وهكذا تكرس موقف دول الجوار والعالم الداعم للانفجار الفاعل في إدارة الحرب والاقتتال، الفاشل في إدارة الحوار بين فرقاء المحنة اليمنية، وتحت المظلة الأممية صارت اليمن الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم. تحت المظلة نفسها تكالبت على اليمن عوامل وقوى الشد إلى الوراء والجذب إلى القاع، وغاب العمل المطلوب للتوازن وإحداث الفرق. اللافت أن التقارير الأممية كانت ولا زالت تتحدث عن بلد الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم بنبرة احتفالية، كمن يتحدث عن إنجاز باهر أو وليمة لا ينقصها إلا الإسناد العالمي لإنتاج نسخة من بيكاسو الحالة اليمنية المؤهل لرسم جرنيكا، يمن الهباء المنثور والعصف المأكول. ذلك أن الإحساس المأساوي بالمشهد يحتاج إلى اللمسات الجمالية الأممية أيضاً. نطالع في موقع الصحوة نت من محافظة الحديدة والتي يجري فيها مراقبة إطلاق النار، وعنوان الموقع 125 خرقا حوثيا منذ تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 125 خرقا للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة وبعض المديريات بالمحافظة بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار الجنرال أبهي جيتغوها. وأكد الموقع أن ميليشيا الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 19 وحتى 25 من أكتوبر 125 خرقا واعتداء طالت الأحياء والمزارع والأسواق والمنازل والطرقات في مدينة الحديدة ومديرية الدرهيم وبيت الفقي والتحيتة وحيس. هذه الخروقات والتصعيد والتحشيد المتواصل تؤكد أن ميليشيا الحوثي لا ترغب في السلام ولا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وتستعد لتفجير الوضع عسكرياً. سلطت مجلة الأعمال الأمريكية الشهيرة ذا بيزنس جورنال الضوء على عائلة يمنية نجحت في القيادة والعمل الجاد في الولايات المتحدة. وتطرقت المجلة الأمريكية في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي على الويب وترجمه للعربية الموقع بوست إلى قصة نجاح عائلة عبد صالح صاحب مطعم ريد أونين، وهو مطعم همبرجر في شارع بولمونت في فيرنسو. وقالت المجلة إنه في حين أن دولة اليمن لديها تاريخ غني، فإن العنف الكارثي الذي ابتلي به اليمن منذ عام 2014 عندما سيطرت قوات المتمردين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء تركها في حالة دمار تام. في خضم هذه الفوضى من السهل التغاضي عن القصص الفريدة للأفراد بالنسبة لعبد صالح صاحب مطعم ريد أونين، فإن قصته تدور حول العمل الجاد والعائلة. حتى لو كان رجل أعمال ناجحاً فإنه لا يزال يحمل الحزن الذي كان يعيشه منذ ولادته. هاجر والد صالح إلى الولايات المتحدة من اليمن عام 1971، واستقر أولاً في بيكرسفيلد للعمل في الحقول، تاركاً زوجته وأطفاله لدعمهم من الخارج. وبحلول عام 1982 كان والد صالح يتملك متجراً صغيراً في إديسون في كاليفورنيا. وأحضر صالح البالغ من العمر 11 عاماً وشقيقه إلى الولايات المتحدة في عام 1988. بعد أن عاش صالح في فرنسو لمدة 6 أشهر، انتقل صالح مع شقيقه وأبي إلى مدينة نيويورك. كان يعمل لصالح شخص آخر عندما اشترى والده نصف المتجر، وفي النهاية اشترى صالح النصف الآخر. جيل أبنائنا جعل الأمر أسهل بالنسبة لنا، لقد فتحوا الأعمال التجارية وعملوا بالفعل بجد في المزارع، وقد اقترضوا الكثير من المال وأقرضوا الكثير من الناس الذين أرجعوا المال الذي كان قد تم تجهيزه لنا. ما كان علينا إلا أن نؤسسها وأن نتحسن يوما بعد آخر. لصالح 10 أبناء، أحدهم خالد يدرس الطب ويعمل مع والده عندما يكون خارج الجامعة، وأحد أبنائه مهندس ويساعده في الأعمال التجارية في نيويورك. الجميع يعمل ويساعد والده أو والدة. حكيمة أو حكمة أمي العظيمة، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها المنشور في صحيفة القدس العربية. لأن مآسينا تبدأ من بيئاتنا الأسرية، سأتذكر دوماً مقولة أمي وهي تبارك اختلافنا إخوتي وأنا، فتقول إننا بالنسبة لها واحد وين اختلفنا. حكمة أمي ستصبح حكمة عظيمة تكبر معي، وسأكتشف فيما بعد أن الاختلاف قاعدة أساسية للتحصيل العلمي وتحقيق نجاحات والرغبة في اكتشاف الآخر والتقدم خطوات نحو عوالم أفضل. وأنا طفلة بكيت بحرقة لأنني عوقبت مع مجموع زميلاتي مع أنني لم أكن مشاغبة،
رفعت شكواي لأمي لتكفكف دمعتي بمقولة أخرى رسخت في ذهني الصغير حتى أدركت معناها العظيم حين كبرت. هذه مرارة الظلم، وهكذا يكون ظلم الأبرياء. فلا تكوني ظالمة ذات يوم، الظلم خيار لنصف الذين نعيش ونتعايش معهم، وحين نعجز عن مواجهة من تعرضنا لظلمهم نكتب الشعر والرواية ونصغي للأغاني التي تنزل برداً وسلاماً على قلوبنا لنعبر خط الكراهية الذي قد نتعثر فيه. يبدو اختيار الاختلاف صعباً، إذ أنه ليس دائماً تمرداً على المألوف، بل قد يكون انتصاراً للضمير والأخلاق في ظروف جد صعبة. يحدث ذلك مراراً ونحن نقف في مواجهة الشر بالخير، البشاعة بالجمال، الظلم بالتسامح، والكراهية بالمحبة. يحدث كثيراً أن تكون خياراتنا الجيدة هذه سبباً في خسارات مادية أو خسارة أحبة أو فقدان أبدي لهم. المبدع حياته مرهونة بإبداعاته، لذلك كثيراً ما نردد تلك الجملة الحمقاء: ها قد نجح لأنه خرج من هذه البلاد التي تقتل الأحلام. في الحقيقة من يقتل الأحلام هو أنا وأنت وأولئك الذين يمثلون عائلته وأقرباءه وأصدقاءه وجيرانه وأبناء مجتمعه الذين لم يتقبلوا اختلافه حين تفوه به أو بدا في مظهره أو سلوكه. نشارك جميعاً في قتل موهبته حتى يصبح مشابهاً لنا، مستعملين كل وسائل الابتزاز حتى لا يشبه نفسه. آخر التقارير الاقتصادية قدرت ما جاء في صحيفة العربي الجديد تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي باليمن جراء الحرب حوالي 66 مليار دولار، ما أدى إلى تقليص فرص العمل والدخل وتفاقم معدلات البطالة والفقر. وأظهر التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة اليونيسف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل انكماشا تراكميا بنسبة 45% عام 2019 مقارنة بما كان عليه في 2014. أنيس النقيب الخبير الاقتصادي قال للعربية الجديد إن الوضع يزداد تعقيدا مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتردي الخدمات الاجتماعية الأساسية، مضيفا أن الفجوة زادت اتساعا بين اليمن وبلدان المنطقة والعالم بسبب الخسائر الاقتصادية وتعطيل مشاريع التنمية. ويعود ارتفاع الخسائر الاقتصادية عن متوسط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم إلى ترافق الحرب مع انتشار السوق السوداء وتقويض مؤسسات الدولة وظهور أزمة السيولة الحادة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية وتقييد حركة التجارة الخارجية. دراسة صادرة حديثا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان تقييم أثار الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد أشارت إلى أن الناتج المحلي أو الإجمالي للفرد هبط من 3770 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهد اليمن منذ ما قبل 1960. هذه واحدة من أكثر القصص المأساوية، حيث كتبت فتاة إلى أسرتها قبل وفاتها بدقائق. وقد نشرت القصة صحيفة ساندي تايمز، وبدأت القصة من شمال فيتنام. ففي لقاء مع والد الشابة بام تي ماي 26 عاما التي كانت من بين الضحايا في الشاحنة التي توفي داخلها عشرات البشر وهم يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر التخفي داخل الشاحنة، يقول الأب: المهربون قالوا إن الطريق آمنة، ويضيف: لو كنت أعرف أنها ستأخذ طريقا كهذا لما تركتها تذهب. لكن ابنته كما يقول التقرير لاقت حتفها على بعد نحو 6000 ميل من بيت عائلتها داخل صندوق شاحنة كانت تعبر بها بحر الشمال من بلجيكا إلى بريطانيا الثلاثاء الماضي. وقد أرسلت الشابة عددا من الرسائل النصية لوالديها، آخرها كانت في لحظاتها الأخيرة، وجاء فيها: أنا آسفة يا أمي، رحلتي إلى الخارج لم تنجح، أحبكم كثيرا، أنا أموت لأنني غير قادرة على التنفس. وهكذا انتهت رحلة الأمل بحياة جديدة ل39 شخصا بينهم 25 من فيتنام، نهاية مأساوية. قال فريق الإسعاف الذي فتح الشاحنة إن المشهد كان مروعا، وإنهم وجدوا آثار أيد ملطخة بالدماء، ما يشير إلى المحاولات اليائسة التي قام بها الضحايا لجلب الانتباه أو لتحرير أنفسهم. وكشف التقرير أن بامتي ترامي وصلت بالفعل حية إلى بريطانيا قبل الحادثة ببضعة أيام، إلا أن البوليس البريطاني عثر عليها وأعادها إلى فرنسا قبل أن تعيد الكرة لتكون فيها نهاية حياتها. وهذا يوضح مدى استماتة هؤلاء المهاجرين
للوصول إلى بريطانيا، ولا يزال المهاجرون من جنوب شرقي آسيا يتوافدون إلى بريطانيا رغم التحذيرات المستمرة من الانقياد إلى الوعود الخادعة بالثروة التي تنشرها عصابات تهريب البشر. كي لا نفجع ببغدادي آخر، تحت هذا العنوان كتب غسان شرب المقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. لنترك جانباً الشق الأمريكي ولنتذكر أن الأهم هو ألا نفجع مرة أخرى بولادة بغدادي آخر يغرق منطقتنا في الدم وبلداننا في خراب هائل. لابد أن نتذكر أن داعش تمكن من الولادة حين تصدعت دول وتمزقت اللحمة في مجتمعات، ولد في ظل كراهيات الغلبة والإحباط والتهميش ومحاولات الاستئثار وشطب الآخر واغتيال الملامح. لنتذكر أن داعش ولد في العراق المتصدع وفي سوريا المتصدعة، ولد وسط الكراهيات المذهبية، وأنه عثر على فرصته حين ساد منطق الاستباحة. المهم ألا نفجع ذات يوم ببغدادي آخر، أمريكا بعيدة، إننا المسرح والمواجهة لا تقتصر على الشق الأمني. لقد بدأ الخراب الكبير حين استولى التطرف على المناهج والمساجد، وحين تخرج التلاميذ من المدارس يكرهون الآخر ويعدون كل اختلاف جريمة تستحق القتل. كي لا نقع في بغدادي آخر، لا حل إلا بناء الدولة العصرية التي تتسع لكل مكوناتها، لا حل إلا بمناهج وبرامج تفتح النوافذ على العالم وتشجع على التعايش وقبول حق الاختلاف، لا حل إلا بإعادة الأمل بالمستقبل والاستقرار والازدهار وحماية الشباب من داعش وكل تعصب يرمي إلى شطب من لا يشاطره القراءة القاتمة للعالم. سبح ترامب البارحة في الأضواء، كان قوياً إلى درجة الاعتراف بتلقي تسهيلات من آخرين، احتفل جنرال تويتر باصطياد الرجل الوافد منكه في التاريخ، أما نحن فليتنا نتعلم. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الشرطة اليابانية تبحث عن ماسة وزنها 50 قيراطاً وقيمتها 1,800,000 دولار سرقت من معرض دولي للمجوهرات في يوكوهاما قرب طوكيو. هذه القطعة النادرة شهدت آخر مرة خلال المعرض التجاري الدولي، وقد كانت الماسة في عارضة زجاجية حتى 5 مساء، وبعد إغلاق المعرض اختفت الماسة. وقال ناطق باسم الشرطة إنه يعتقد أن الماسة سرقت في وقت متأخر من الليل من المعرض المزدحم ولم يتم القبض على أحد حتى الآن، فيما يقوم المحققون بفحص مقاطع فيديو من كاميرا المراقبة التي أظهرت رجلا يقترب من موقع الماسة خلال الوقت المحتمل أن تكون تمت فيه السرقة. واستمر المعرض التجاري في يوكوهاما لمدة 3 أيام، وشهد المعرض تجمع نحو 410 تجار مجوهرات من كل أنحاء العالم وأكثر من 10,000 زائر. في فرنسا كانت امرأة تعلق لوحة في مطبخها ولا تعرف عنها شيئا، وكانت تلك المرأة بحاجة إلى القليل من المال، وحين رأى أحد الجيران اللوحة نصح المرأة أن تعرضها على خبراء لوحات، وقد كانت المفاجأة. ووفقا لموقع البي بي سي، بيع لوحة مهملة في مطبخ امرأة بملايين الدولارات. قال الموقع بيعت لوحة للفنان الإيطالي تشيمابو في مزاد بفرنسا محققة سعرا قياسيا بلغ 24 مليون يورو، وكان من المتوقع أن تباح لوحة تشيمابو وهو من رسامي عصر ما قبل النهضة بنحو 6 ملايين يورو، ولكن السعر الذي بيعت به في المزاد فاق التوقعات بصورة كبيرة، إذ حققت أكثر من 4 أضعاف السعر المتوقع. واكتشفت لوحة كرايست موكيد التي تعود إلى أواخر القرن 13 في مطبخ امرأة مسنة في بلدة كومبياني شمالية فرنسا، وكانت مفقودة منذ فترة طويلة. وأجريت اختبارات على اللوحة باستخدام الأشعة تحت الحمراء لتحديد أوجه الشبه بينها وبين أعمال تشيمابو المعروف أيضا باسم تشيني دي بيمبو، وأكد الخبراء أنها أصلية. وقالت دار اكتيون للمزادات أن المبلغ الذي دفعه مشتر لم يصح عن هويته من جنوب فرنسا هو سعر قياسي جديد للوحة من العصور الوسطى تباع في المزاد، ويعتقد أن اللوحة جزء من أجزاء عمل كبير في شكل مشاهد مرسومة ومقسمة إلى عدة لوحات تصور آلام المسيح وصلبه، ويرجع تاريخ اللوحة إلى عام 1280. وعلى مدى أعوام بقيت اللوحة معلقة ومهملة في مطبخ امرأة فرنسية. مقتل البغدادي ليست النهاية مع داعش، تحت هذا العنوان كتب فهد الخيطان مقاله المنشور في صحيفة الغد.
لا يقل أبو بكر البغدادي أهمية ومكانة عن أسامة بن لادن، بل إن الأول تفوق على الثاني في تأسيس دولة فعلية يحكمها التنظيم الإرهابي امتدت على أراضي دولتين عربيتين، وأطلق حركة إرهابية عالمية استقطبت الآلاف من المقاتلين حول العالم ونفذت عشرات العمليات الإرهابية في بقاع واسعة. قيل الكثير في تحليل أسباب ظهور التنظيم على هذا النحو في العراق وسوريا، ويمكن اعتبار كل الأسباب التي ساقها الباحثون صحيحة ومحقة في تفسير الظاهرة، لكن ثمة غموض كبير وشك بالغ ظلا يكتنفان مسار دولة الخلافة المزعومة صعودا ثم سقوطا بعد ازدياد من 4 سنوات من الحرب قادت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا عريضا للقضاء على التنظيم الإرهابي وتجريده من سلطاته ونفوذه الجغرافي الذي زاد عن مساحة دول قائمة في المنطقة. كان تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن مبعثا لقلق الكثيرين حول العالم، خاصة بعد هجمات نيويورك الكبرى، لكن تنظيم داعش الإرهابي مثل تهديدا عالميا من نوع مختلف بعد أن انتهج أسلوبا جديدا في القتل الجماعي والفردي والعمليات المباغتة التي تستهدف المدنيين في الشوارع العامة. في رقبة البغدادي وتنظيمه الوحشي ضحايا بعشرات الآلاف في منطقتنا العربية والعالم. في العراق وسوريا ارتكب إرهابي البغدادي مئات الجرائم الوحشية بحق المدنيين من مختلف المذاهب والأعراق، وفي عموم دول العالم نفذ أنصاره عمليات إرهابية مميتة لن تمحى ذكرها. مقتل البغدادي جاء في وقت كان فيه التنظيم الإرهابي يعيد ترتيب صفوفه بعد هزيمته في العراق وسوريا وفقدانه السيطرة على الرقة والموصل ومساحات واسعة كان يسيطر عليها. لا شك أنها ضربة قاسمة لفلول داعش، لكن ذلك لا يعني نهاية التنظيم الذي بدأ يستفيد من استمرار الأزمة في سوريا وهشاشة الوضع الأمني في العراق. والحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تتوقف بمقتل البغدادي، لأن أتباعه سيواصلون المعركة برموز وقيادات جديدة تماما كما كان الحال بعد مقتل بن لادن في باكستان والزرقاوي في العراق. صور نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نعرضها عليكم في جولتنا التالية. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة نتابع. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم متابعينا الكرام وإلى اللقاء.